من القاهرة محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. إذا لاحظنا بالأمس بعد ارتفاع وتيرة عوائد السندات لمختلف الأجيال هنا كان تراجعا واضحا في أداء هذه العوائد وانعكس سلبا على أداء الدولار، تفضل. صباح الخير. بالفعل شهدت تداولات الدولار أمس بعض التراجعات الطفيفة بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجيال العشر سنوات التي وصلت لأعلى مستوياتها في عامين تقريبا بالقرب من مستويات 2%. جاء ذلك التراجع نتيجة ربما مخاوف الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة التي دفعت الأسواق إلى اللجوء إلى الملاذات الأمنة على رأسها السندات المعدن الأصفر، وهو ما أثر قليلا على تداولات الدولار الأمريكي والذي إن تراجع كان التراجع طفيفا ولكن كان ملحوظا خاصة على تداولات الذهب، خاصة أن الأسواق الآن في حالة ترقب للاحتياطي الفيدرالي للحصول منه على مزيد من الأدلة بشأن السياسة النقدية للفيدرالي خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاعات التضخم المستمرة التي وصلت لأعلى مستوياتها في أكثر من 40 عام تقريبا. نعم. كل تلك العوامل تضغط على التداولات بشكل عام، خاصة على الدولار الأمريكي من ناحية وعلى الذهب من ناحية أخرى، اللجوء إلى الملاذات الأمينة، كل ذلك دفع عوائد السندات للتراجع، دفع الدولار الأمريكي إلى الثبات قليلا عند المستويات الحالية، وهو ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوياته تقريبا من 9 أسابيع. نعم، إذا يعني وأيضا لاحظنا بالأمس صدور معدلات التضخم في بريطانيا، هل أثر ذلك على أداء الجنيه الاسترليني؟ وأيضا كيف أثر على أداء اليورو؟ يعني ظهر هذه البيانات التي جاءت أكثر من التوقعات. بالفعل التضخم في بريطانيا وصل لأعلى مستوياته في 30 عام، وذلك يدفع البنك المركزي البريطاني للتوجه إلى سياسة تجديد السياسة النقدية والاستمرار في رفع أسعار الفائدة التي بدأها في نهاية عام 2021 عندما قام برفع الفائدة في آخر اجتماع له في العام الماضي. مستويات التضخم ستدفع البنك المركزي إلى التحرك خطوة أخرى نحو رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع الجنيه الاسترليني لبعض المكاسب أو استمرار المكاسب الحالية، ولكن ما قد يحد من ارتفاعات الجنيه الاسترليني هو توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة. ربما تكون مكاسب الجنيه الاسترليني محدودة ولكن سيظل في نفس الطريق مع الدولار الأمريكي. أما بالنسبة لليورو فاليورو اليوم تصدر بيانات التضخم في منطقة اليورو ومتوقع أن تأتي في نطاق 5% هو أعلى مستوياته منذ بدء منطقة اليورو، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي للتفكير في تجديد السياسة النقدية، ولكن حتى الآن لا توجد بوادر بأن البنك المركزي الأوروبي متجه نحو ذلك. كل التصريحات وكل الأدلة تشير إلى أن المركز الأوروبي قد يفكر في ذلك الاتجاه مع نهاية عام 2022. نعم أستاذ محمد، ماذا عن العملات الآسيوية؟ أيضا لاحظنا حالة من التذبذبات هناك خاصة بعد الصدور العديد من البيانات الاقتصادية تحديدا لدى الصين، هل نتوقع أيضا استمرار حالة التذبذب لدى العملات الآسيوية؟ بالفعل في ظل الأوضاع الحالية وترقب الأسواق لمزيد من البيانات ومزيد من القرارات من البنوك المركزية ستظل حالة التقلبات مستمرة معنا لفترة من الوقت. الصين على سبيل المثال قامت بخفض سعر الفائدة الأساسي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي حدث في الربع الأخير من عام 2021، وهو الاقتصاد سجل أقصى وطيرة له في عام ونصف. بنك اليابان أيضا من ناحية أخرى أبقى على سياساته التحفيزية لمساعدة الاقتصاد في الوصول إلى المستهدفات التي يهدف لها الحكومة والبنك المركزي. التضخم في اليابان مثلا لا يزال يرتفع ولكن ليس بنفس الوتيرة التي يرغب فيها البنك المركزي الياباني. أزمة العقارات التي حدثت في الصين خلال عام 2021 وخاصة في شركة إيفرغراند أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد الصيني، وهو ما يشجع أو يدفع الحكومة وصناع السياسة في الصين إلى الاتجاه إلى مزيد من السياسات التحفيزية، وما يساعدهم في ذلك أن مستويات أو معدلات التضخم في الصين ليست بنفس الوتيرة التي نشهدها في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو في أوروبا، فذلك يساعدهم بشكل كبير على زيادة السياسات التحفيزية خلال الفترة القادمة. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.